حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج كم ميزانيتك على موقع عرب جي تي ومع ميزانية ال 190 ألف درهم إماراتي يا ترى شو هي السيارات اللي تقدر تشتريها بهالمبلغ السيارات الجديدة سيارة فورد تورس اس اتش او كاملة المواصفات موديل 2014 محرك 6 سلندر سعة 3.5 لتر تيربو قوة 365 حصان سيارة فورد موستنج جي تي مكشوفة موديل 2014 محرك 8 سلندر سعة 5 لتر قوة 420 حصان سيارة كاديلاك سي تي اس موديل 2014 محرك 4 سلندر سعة لترين تيربو قوة 272 حصان سيارة مرسيدس سي 250 كوبي موديل 2014 محرك 4 سلندر سعة 1.8 لتر تيربو قوة 204 حصان سيارة شفرولي كامارو اس اس موديل 2014 محرك ثمانية سلندر سعة 6.2 لتر قوة 426 حصان سيارة تويوتا لاند كروزر مواصفات قياسية موديل 2014 محرك 6 سلندر سعة 4 لتر قوة 271 حصان سيارة نيسان باترول اكس اي موديل 2014 محرك 8 سلندر سعة 5.6 لتر قوة 400 حصان السيارات المستعملة سيارات السيدان سيارة مازاراتي كواترو بورتي موديل 2009

سيارة لكزز الاكس 570 موديل 2009 محرك 8 سلندر سعة 5.7 لتر قوة 362 حصان سيارة انفينيتي كيو اكس 56 موديل 2012 محرك 8 سلندر سعة 5.6 لتر قوة 400 حصان سيارة بورش كاين اس موديل 2011 محرك ثمانية سندر ساعة 8 سلندر سعة 4.8 لتر قوة 400 حصان السيارات الرياضية سيارة مرسيدس C63 AMG موديل 2011 محرك 8 سلندر سعة 6.2 لتر قوة 457 حصان سيارة دوج فايبر موديل 2005 ل 2006 محرك 10 سلندر سعة 8.3 لتر قوة 510 حصان وهذه كانت أبرز السيارات الحين خبرنا شو هي السيارات اللي تقدر تشتريها بهالمبلغ في بلدك في خانة التعليقات أسفل الحلقة أما لو ميزانيتك بتقدر توصلها حول الميتين ألف درهم إماراتي فتره في الحلقه الجايه مع السلامه